الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وطابت أوقاتكم بالخير واليمن والمسرات. أيها الأعزاء، تتواصل أشواط هذا اليوم وهذا السباق المحلي الأول، ونحن في يوم الختام، وشهدنا في الشوط الأول الرئيسي من فازت قبل قليل برسالة، هي صاحبة الشوط الأول الرئيسي للحيل التابع لهجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. شوط رئيسي ينطلق مشاهدين الأعزاء، شوط أول، ونتجه إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول على الصدارة. إسعاف، تعود ملكية إسعاف لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، التضمير مع حسين بن محمد بن سفران. ننتقل من إسعاف اللي على المركز الأول إلى المركز الثاني ومن يتواجد فيه. ناصي يحتل المركز الثاني من هجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور دور المركز الثالث. المركز الثالث يتقدم كفو من هجن الشحانية، يضمر كفو، انضمر رسالة اللي فازت بشوط الحيل سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الرابع يصل بارود، تعود ملكيته لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، انضمر الموهوب علي بن حمد بن جرحب. ننتقل إلى المركز الخامس. أعزائي المتابعين، يتقدم فيه هنا مساهم من هجن الشحانية، التضمير مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هذا هو ندائنا الأول أعزائي متابعين قناة الريان الفضائية في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع يوم الختام من هذا السباق المحلي الأول الذي شهد قبل الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والمسرات. ونلتقي بإذن الله تعالى في 25 من هذا الشهر الجاري مع بداية السباق المحلي الثاني. نعود إلى إسعاف اللي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام، ينفرد بهذا الشعار الجميل، بهذا الشعار المميز في صباح يوم جميل ويوم آخر في يوم الكبار، في يوم الكبار، وتظهر الشعارات الكبار في يوم الكبار. هذا هو قبل أن تشرق الشمس، وقبل أن أيضا تشرق الشمس يسيطر على المركز الأول في هذا الصباح الباكر وعلى مقدمة الشوط. إسعاف، تعود ملكيته لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، حسين بن محمد بن سفران، يتابعه الخبير أحد الخبراء، أحد الشباب المميزين في هذا العالم الساحر وفي هذا المجال في عالم التضمير. ركز يا حسين، المركز الثاني يصل ويتقدم ويتحرك في هذه اللحظات. مبعد أو هذا ناصي على المركز الثاني. ناصي من هجن الشحانية المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ويلي ناصي على المركز الثالث. هنا كفو يتقدم على المركز الثالث ويعلن وأيضا يعلن الملاحقة ويرفع راية التهديد. هذا هو كفو أيضا من هجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل مع مخرجنا العزيز إلى المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع بارود لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني علي بن حمد بن حسين بن جرحب في عملية تضمير بارود. الموهوب يرافقه في التضمير أيضا أحد الخبراء في هذا المجال. بينما أمساهم من يساهم بأوراقه الرابحة على المركز الخامس، يتقدم تقدم ملموس على أرضية الميدان في هذا الشوط الرئيسي المشاغب، شوط رئيسي. ومساهم أيضا من الزمول التي صالت وجالت في سن الثنايا في العام الماضي، هذا هم ساهم على المركز الخامس من هجن الشحانية المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. ونعود إلى مقدمة الشوط، إلى إسعاف. إسعاف العنيد في هذا الشوط، المعاند في هذا الشوط. إسعاف يسيطر على المركز الأول منذ الانطلاق ويصارع هذه الأمواج المتلاطمة، يصارع ناصي ويصارع أيضا كفو، المركزين الثاني والثالث من هجن الشحانية بقيادة العملاق، بينما المركز الأول بقيادة حسين بن محمد بن سفران. 2 كيلومتر يا حسين تفصل إسعاف اللي يبشر بالخير، يبشر هذا الشعار بالخير مع بداية هذا الموسم
وهذا التقدم الممتاز منذ الانطلاق وهو سيد الموقف، يتربع إسعاف تربع ممتاز على عرش الصدارة وعلى المركز الأول. هذا هو إسعاف بشعاره، بشكله الجميل، بأدائه الممتاز. يا سلام، نقترب من لوحة 1500 متر، وإسعاف ما زال هو المسيطر على المركز الأول. كفو يتسلل كفو إلى المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث ناصي أيضا من هجن الشحانية بقيادة أيضا الوهيبي سلطان الوهيبي. المركز الرابع أول نداء لبرهان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني، من أخذ يتدخل برهان إلى المركز الرابع. المركز الخامس مساهم في محله، مساهم في هذا المركز منذ الانطلاق مع شعار هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. ونعود إلى إسعاف، هل يسعفه الحظ باختطاف هذا الشوط؟ ما باقي إلا القليل يا حسين، راح الكثير، ما بقي إلا القليل. وإسعاف هو المسيطر وهو الأقرب للفوز، والمعطيات والمؤشرات تشير إلى أن استمر إسعاف على هذا المنوال في الشوط له، فهذا الشوط الحساس، شوط حساس. أخذ ينطلق إسعاف ويلاحقه كفو وإسعاف، والمعركة طاحنة مشاهدينا الأعزاء الكيلو الأخير، وانطلق إسعاف دون أي تعليمات ويلاحقه كفو دون أي تعليمات أيضا. العصيقوس والانطلاق ذاتي وتلقائي. يا سلام، إسعاف 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 لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سفران في التضمير. ولكن كفو يتسلل في هذه اللحظات، كفو وهو كفو لهذا التسلل من هجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، دون أي تعليمات الاثنين اللي نشوفه على صدارة الشوط دون أي أوامر. مساهم يلاحق في المركز الثالث، أخذ ينطلق مساهم 600 متر، وكفوا على الشوط وعلى مقدمة الشوط الأول الرئيسي مع هجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن إسعاف خطير على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني حسين بن محمد بن سفران يتابع في التضمير. ولكن كفو مشاهدينا الأعزاء، يحسم هذا الشوط لصالحه لهجن الشحانية ولمضمر رسالة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. العملاق اليوم موجود في الأشواط الرئيسية، والسلام يا كفو، سلام يا شعار هجن الشحانية، سلام وسلام يا العملاق، سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني إسعاف لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. المركز الثالث برهان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني. المركز الخامس ناصي من المركز الرابع مساهم من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس ناصي هو من احتل المركز الخامس، تعود ملكيته لهجن الشحانية المضمر أيضا سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. ولكن من خطف المركز الأول، من أبدع وأمتع في صباح هذا اليوم وفي هذا الشوط هو كفو، من كان كفوا بالفعل لاختطاف الشوط الأول الرئيسي. فتهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن شاهدنا وإياكم رسالة خطفت الشوط الأول الرئيسي للحيل، وأتى كذلك كفو ليتوج بطلا لهذا الشوط الأول الرئيسي للزمول. هذا هو كفو يصل معلنا فوزه بهذا الشوط الأول الرئيسي للزمول. 8 دقائق 16 ثانية 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة
للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، اسعاف اللي ما قصر على المركز الثاني، 8 دقائق 19 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لمالك اسعاف سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والتهاني لحسين بن محمد بن سفراني اللي ما قصر اسعاف في هذا الشوط الأول الرئيسي. المركز الثالث برهان، توقيت 8 دقائق 23 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا وناموس سعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني، وتهانينا وناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء، شوطين اثنين رئيسيين انقضت، وتتواصل الأشواط، والكلمة إلى الزملاء أيضا المعلقين.